صباح الخير، معاكم شيف شيرين من برنامج يوم سعيد. النهارده هنعمل فطار لذيذ قوي هيسهل عليكم طريقه اللانش بوكس للمدارس. فيلا بينا نتكلم على المقادير. هنعمل تورتيلا بالموز وزبده الفول السوداني. فعندنا زبده فول سوداني، عسل ابيض وقرفه، عندي كمان موز، وعندي مكسرات وعين جمل وعيش تورتيلا. خلينا نبدا كده مع بعض الطريقه. هي طريقه سهله قوي، وكمان هتحبب الناس ان هم يفطروا حاجه ممكن تكون كرييتيف شويه. هبدا اجيب زبده الفول السوداني، اجيب مثلا معلقه، هي بصراحه مفيده جدا، يعني الاطفال كمان بيحبوها قوي لان هي بصراحه طعمها بيبقى حلو، يعني كحاجه حلوه ياكلوها جنب الحاجات الحادقه اللي ممكن تعملوها كفطار يعني. فادي كده معلقه فول السوداني. بعد كده هجيب الموز اللي عندي، هخليه زي ما هو. اقول لكم ليه، لان احنا هنعمل فكره لذيذه قوي. ماشي، بعد كده هجيب عين الجمل او اي نوع بقى مكسرات موجود، بس عين الجمل صراحه بيبقى مفيد قوي، وان شاء الله الاطفال مش هتحس بيه، لو هو طعامهم بالنسبه لهم يعني طعمه صعب شويه، بس لا هو مفيد الصراحه. خلاص، بعد كده هجيب نص معلقه مثلا عسل ابيض، حاجه خفيفه يعني، نحطها بس كده من فوق كده. بعد كده هبدا ارول عيش التورتيلا اللي موجود، هرول كده جامد. ادي كده اول واحد، وبعدين هقطعه حتت صغيره. ليه؟ عشان حاجتين. اول حاجه هتسهل عليهم ان هم ياكلوها، لو عايزين مثلا ياكلوا حبه وبعدين يستنوا ياكلوا مثلا واحده كمان بعدها، بتبقى سهله كده، وكمان بيبقى شكلها حلو فبتشجعهم ان هم ممكن ياكلوها يعني مع بعض. خلاص، ادي كده ايه اول واحد، ممكن نعمل واحد كمان، شوفوا برضو البروسيس مره تانية. ادي عيش التورتيلا، هجيب برضو معلقه فول السوداني. عايزين تحطوا نوتيلا على فكره مكانها، هتبقى حلوه قوي برضو، هي النوتيلا مع الموز اصلا خطيره يعني. معلش فول سوداني ايه بيبقى صعب شويه لما بتيجي تسبريدت. خلاص اهو كده، ممكن نحط بقى هنا مكسرات مختلفه شويه. نفس الموز اللي موجود، عايزين تحطوا نوع فاكهه تاني مفيش مشكله، بس الموز الصراحه بيبقى احلى حاجه لايقه عليه يعني. وبعد كده هبدا ارول عيش التورتيلا وهبدا اقطعه واحده واحده. ده ممكن تعمليه، الفكره دي ممكن تعمليها في سندوتشات الحادقه عادي، وممكن تعمليها برضو للديزرت. هاجي بقى ارصها كده. في ناس كمان ساعات بتحب تحط الخله اللي هي بتاعت الشيش طاووق، اللي هي الخشب، الاستيك الخشب، عشان تلزق يعني، بس هي مش مستاهله يعني، هي مش هتفك قوي زي ما انتوا فاكرين. اهو كده، الطريقة ديت كتير بقى يعني، كتير لانش بوكس ومدرسة، فا ايه هيتبسط اوي هو وصحابه كلهم. ماشي، بعد كده بالاخر ممكن احط رشة قرفة خفيفة اوي اوي اوي، بتبقى طعمها تحفة وبتحسسك كده بالسنابن رول برضو. ممكن اخر حاجة خالص عسل ابيض خفيف اوي من فوق، بس حاجة بسيطة يعني مش كتير. بس احنا كده خلصنا، مش بتاخد وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، ويحط جنبها كمان طبق مكسرات وكده، يبقى عندنا اسرع طريقة. ودلوقتي هيبقى فيه فقرة الغداء هتطلع لكم على الشاشة. شكرا جدا.